يقول النبي صلى الله عليه وسلم يموت ابن آدم وينقطع عمله إلا من ثلاث صدقون دالية أو علم أنت فايدين أو علم صحيح. ويقول المولى عز وجل المكتب العزيز وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب. هذا النص الدعاء والحديث ندعي للأستاذ مصطفى حسين أن ربنا يجعلنا من أهل الجنة. رافعين إلينا إن شاء الله على الإبرة كده ودعينا الله المولى عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم عافيه واعف عنه. اللهم أكرم نزله. اللهم ثبت عند السؤال. اللهم ثبت عند السؤال. اللهم اهمله الصبر والزواج. اللهم ارزقه ضيف خير من داري وعشرة خير من عشرتي وأهلا خير من أهلي وزوجته خير من زوجتي. اللهم أكرم نزله. اللهم أكرم نزله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. صلى الله عليه وسلم. يا شوفي عليك ايه؟